بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نتابع بحول الله وقوته هذه المحاضرات المنيرة التي تتعلق بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا من الفصل الأول الذي يتعلق بفقه الهجرة النبوية، وفرقنا بين كلمة هاجر وهجر، وبينا المعنى الذي يتعلق بكل منهما، وهل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر أم هجر. ثم بعد ذلك انطلقنا سريعا إلى مجموعة الخطط التي وضعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يهاجر من مكة إلى المدينة، وبينا هنا حسن الأخذ بالأسباب، وكذلك رسخنا لقيمة الرصينة، وهي حين يأخذ الإنسان بالأسباب فهو يأخذ بها على أنها سبيل النجاح، ثم إنه يعتمد على الله على أنها لا شيء، لأن هذه الأسباب لن تنفعل إلا بمراد الله عز وجل. وهذا يتجلى جيدا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين كان معا في غار ثور، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرغم من كل الخطط التي ذكرناها سابقا، وصل المشركون إلى مكان سيدنا رسول الله، وقال له سيدنا أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فإذا بسيدنا رسول الله يرقى بسيدنا أبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لأن الأصل الأصيل حين تأخذ بالأسباب لا تعتمد عليها كلية، ولكن اعتمد على أنها سبيل للنجاح، ومع ذلك اعتمد على الله على أنها لا شيء، لأنها لن تنفعل إلا بمراده هو سبحانه وتعالى. ثم انطلقنا بعد ذلك إلى حضور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسخ في أول عبارة جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة، رسخ لقيمة السلام. فأول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، السلام بكل ما تعنيه هذه الكلمة من السلم والمسالمة وقبول الآخر والإنسانية وحب الخير للغير وما شابه هذا الأمر. فكانت فلسفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة أن يرسخ قيم السلام، وأن يقضي على الخصومات التي كانت شائعة بين الأوس والخزرج، وأن يحقق مجتمعا مدنيا واحدا، وأن يقيم دولة واحدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد على أن مجتمع المدينة مجتمع واحد، أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحد وحربهم واحد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ووجدنا لأول مرة في التاريخ مجتمعا واحدا يشمل العربية والرومية والحبشية، ويشمل المسلم وغير المسلم والأعراب واليهود وغير ذلك كثير. فاستطاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن هجر إلى المدينة أن يحقق مجتمعا مدنيا واحدا، ورسخ ذلك كله من خلال وثيقة المدينة التي ذكرنا فلسفة هذه الوثيقة، وكيف أنها تؤسس لقيم التكامل والتراحم والاحترام وحرية الدين وحرية التفكير بما لا يصادم قيم المجتمع، وكيف أن هذه الوثيقة رسخت أيضا لسنن التوازن والتكامل إلى غير ذلك كثير. ثم انطلقنا إلى موضوع المواطنة، وبينا أن المواطنة مفعلة، وأن هذه المفعلة تقتضي أن يكون هناك طرفان، الطرفان هنا هما الوطن والمواطن الذي يعيش في هذا الوطن. وبينا أن الوطن هوية، لغة، ثقافة، حضارة، تاريخ، عادات، قيم، إلى غير ذلك من الأمور، وأن المواطنة تقتضي هنا أن ينفعل المواطن الوطني، بمعنى أن يحافظ على هذه الهوية وأن يدافع عنها وأن يتحلى بقيم الانتماء والولاء لهذا الوطن، وأن يكون أداة رصينة لتقدم الوطن في المجالات المتنوعة والمجالات المتعددة حسب تخصصه فيما بعد. كذلك بينا أن الوطن لا شيء يعادل قيمته،
وأن المقياس الحقيقي الذي نستطيع من خلاله أن نقف على طبع المواطن مع وطنه إنما يظهر من خلال تعامل المواطن مع وطنه، فإذا كان يتسم بقيم الوفاء والنبل والمروءة فستجده يبذل طاقاته وقدراته وإمكاناته ومواهبه في إعزاز وطنه وإعزاز أبناء وطنه، أما الآخر فستجده لا يبالي بهذا الأمر. كذلك بينا أن المواطنة هي بناء أخلاقي رفيع لأنها تدعو إلى الإنسانية وإلى حب الغير إلى غير ذلك من الأمور. هذا بإيجاز هو خلاصة الفصل الأول من فقه الهجرة النبوية. تعالوا ننطلق الآن إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني فقه السيرة النبوية وحل المشكلات. وقبل أن ندخل ونؤسس لفقه السيرة النبوية مع حل المشكلات، لا بد وأن نقف قليلا مع جهة تصرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا قابلته المشكلات يتعامل معها بذكاء عجيب، ويتعامل معها بنفسية منزهة عن الخطأ وبإرادة لا يعتريها أي وهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بالإخلاص المطلق الذي لا مثيل له في تناول المشكلات التي كان يتعرض لها في المدينة المنورة. وبناء على ذلك فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الكثير من التصرفات أثناء بناء هذه الدولة، وهذه التصرفات بلا شك لها آثارها المختلفة في الشريعة والأحكام، لكن هل كل هذه التصرفات هي تصرفات تشريع؟ لا، تعالوا نقف هنا قليلا. تصرف النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون تصرفا باعتبار النبوة والتبليغ، أي مقتضى الرسالة. الرسالة يعني إيه؟ أمر الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. يبقى كأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل لنا عن الحق، النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه. ده بنسميه بقى، بنسميه مقام التبليغ، ده مقام النبوة، ده مقام التشريع. يبقى خلي بال حضرتك، أول تصرف من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هو التصرف الذي يتعلق بمقتضى الرسالة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا التصرف يؤخذ على النحو الذي بينه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أمر هذا البيان باختلاف الزمان ولا المكان، لأنه من الأمور الثابتة، لأنك هتجد ده بيتصل بإيه؟ بالفرائض، صوم رمضان، الصلاة، الزكاة، السنن الثابتة، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، وهكذا. يبقى ده تصرف بنسميه تصرف إيه؟ ها؟ تصرف النبوة، تصرف التبليغ. طيب، نوع آخر من تصرفات النبوة بنسميه التصرف باعتبار الفتية، باعتبار الإيه؟ ده بقى بيبقى عبارة عن إخباره عن الله عز وجل بما يجده في الأدلة من حكم الله سبحانه وتعالى. يبقى عندي تصرف باعتبار التبليغ والنبوة والتشريع، وعندي تصرف باعتبار الإيه؟ باعتبار الفتية. طيب، عندي تصرف آخر باعتبار الحكم والقضاء. طيب، الحكم والقضاء ده غير الرسالة، غير التشريع، غير التبليغ، غير برضو الفتية. ليه؟ لأن الفتية والرسالة ده تبليغ محض، هذا اتباع صرف لله سبحانه وتعالى، لكن الحكم ده إنشاء، ده بحسب ما يتاح له من الأسباب والحجاج صلى الله عليه وسلم بيأتي هذا الإيه؟ هذا الحكم. يبقى خلي بال حضرتك، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي، لاحظوا كلام سيدنا رسول الله، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. طب ده معنى إيه؟ معناه أن القضاء يتبع الحجاج ويتبع قوة اللحن، فهو صلى الله عليه وسلم في مقام القضاء والحكم منشئ، لكن في الفتية والرسالة متبع مبلغ عن الله سبحانه وإيه؟ سبحانه وتعالى. طيب، يبقى في تصرف باعتبار التبليغ والرسالة، في تصرف باعتبار الفتية،
والاثنين دولت هو متبع لله سبحانه وتعالى في تصرف باعتبار الحكم والقضاء، وده بيبقى منشئ ليس كالفتية والتشريع. وفي تصرف هنقول بقى باعتبار الإمامة، وهذا وصف زائد على النبوة والرسالة والفتية والقضاء، لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، هو الذي فوض إليه ضبط معاقد المصالح، هو الذي فوض إليه درء المفاسد، هو الذي فوض إليه قمع الجناة، إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس. يبقى لا، التصرف باعتبار الإمامة ليس داخلا في مفهوم الفتية ولا الحكم ولا الرسالة ولا النبوة. يبقى خلي بال حضرتك، علشان وإحنا بنتكلم عن فقه النبوة في حل المشكلات وإدارة الأزمات، لازم يبقى عندي الأول هذا المدخل الرصين الذي نعرف به جهة تصرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تصرف باعتبار التبليغ والتشريع والرسالة، تصرف باعتبار الفتية، تصرف باعتبار القضاء والحكم، تصرف باعتبار الإمام. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بطريق الإمامة، نضرب أمثلة ليتضح المقال. قسمة الغنائم، تفريق أموال بيت المال على المصالح، إقامة الحدود، ترتيب الجيوش، توزيع الإقطاعات في القرى، إلى غير ذلك من الأمور. هذا لا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله بطريق الإمامة، وما استبيحت هذه الأمور إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك شرعا مقررا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب، مثال آخر ليتضح الكلام أكثر. حين نسمع كلام سيدنا رسول الله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، سيدنا الإمام أبو حنيفة بيقول لنا إيه؟ هذا منه صلى الله عليه وسلم تصرف بالإمامة. أهو خلي بالك، يبقى جهة التصرف هنا ده مش تشريع، ده جهة إيه؟ تصرف عن طريق الإمام. من أحيا أرضا ميتة فهي له، قال سيدنا الإمام أبو حنيفة، هذا منه صلى الله عليه وسلم تصرف بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحيى أرضا إلا بإذن الإمام، لأن فيه تمليكا فأشبه الإقطاعات، والإقطاع كما هو معلوم يتوقف على إذن الإمام، فكذلك الإحياء. يبقى لا يجوز لأحد أن يأتي مثلا ويضع يده على قطعة أرض ثم يقول: أحييتها فهي لي، وبيني وبينكم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، نقول لحضرتك خلي بالك إن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من جهة أنه مبلغ، بل من جهة كونه إماما وحاكما، ولا يجوز لغير الحاكم أن يصدر مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام أو المال العام، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على المال الإيه؟ على المال العام. يبقى شوف خلي بال حضرتك، أدي تصرف باعتبار الإيه؟ الإمام. طيب، مثلا للتصرف بطريق الحكم أو القضاء، هذا مثلا كالتمليك بالشفعة، كالتطليق بالإعصار عند تعذر الإنفاق والإيلاء، كفسوخ الأنكحة والعقود ونحو ذلك. يبقى لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم، فتكون أمته بعده صلى الله عليه وسلم كذلك. طيب، عايزين مثال حي، قضية الخلع، حين أتته امرأة سيدنا ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنهما فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. خلي بال، ده تصرف باعتبار الإيه؟ الحكم والقضاء، يبقى كفسخ هذا النكاح أو كالخلع. طيب،
تصرفه صلى الله عليه وسلم باعتبار الفتية والرسالة والتبليغ، خلاص احنا اتفقنا ان هذه الاعتبارات شرع يتقرر على الخلائق الى يوم الدين، ويلزمنا ان نتبع كل حكم مما بلغه الينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، لانه صلى الله عليه وسلم مبلغ لنا ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب. يبقى خلي بال حضرتك ادي الايه خلاصة الامر. ولاجل ذلك قال الامام القرافي ذكر أن هناك تقسيما للوقوف على جهة تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهناك قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة كالإقطاع وإقامة الحدود وإرسال الجيوش وغيرها، وهناك قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كإلزام أداء الديون وتسليم السلع ونقد الأثمان وفسخ الأنكحة ونحو ذلك، وهناك قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتية كإبلاغ الصلوات وإقامتها وإقامة المناسك ونحوها. يبقى احنا عندنا التصرفات اهو قبل ما نخش على الايه المشكلات. يبقى بنقول لحضرتك جهة تصرف النبي يعطي لك المعنى العميق حتى تستطيع أن تتعامل مع المشكلات وحتى تستطيع أن تقوم بإدارة الأزمات. فلا تأخذ كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في مقام التشريع أو أنه جاء في مقام الرسالة أو أنه جاء في مقام التبليغ، ولكن هناك جهة تصرف للنبي تتعلق بالتبليغ والرسالة، وهناك جهة تصرف النبي تتعلق بالفتية، وهناك جهة لتصرف النبي تتعلق بالحكم والقضاء، وهناك جهة لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالإمامة. ولعله فيما سبق قد اتضح شيء من هذا الأمر. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم وحل المشكلات. خلي بال حضرتك احنا عندنا ثقافة اسمها ثقافة الهدوء التي تعني الاعتدال والتوازن والتي تعني الوسطية. ايه ثقافة الهدوء؟ ايه ثقافة الاعتدال والتوازن؟ خلي بال حضرتك هذا الجسم له موازين، وموازين الجسد هي عبارة عن الفيتامينات التي تكون في انواع الأطعمة والأشربة. كذلك القلب له موازين، موازين القلب التقوى، وكلما يعني قمت بتصفية القلب والنفس من بواعث الحقد والكراهية والبغض والحسد وما شابه هذه الأخلاق المذمومة، كلما حققت هذه الثقافة، ثقافة الهدوء والتوازن لهذا القلب. هناك موازين أيضا للعضلات كالرياضة وغير ذلك. طب خلي بال حضرتك لو حضرتك بقى أسرفت في أنواع الأطعمة والأشربة، ويعني لم تتوقف ولم تكترث لنوعية الطعام ولكيفية طبخه، ده هيؤدي إلى إيه؟ أيوة، هيؤدي إلى البدانة، هيؤدي إلى التخمة. طيب البدانة والتخمة بتؤدي إلى إيه؟ إلى كثير من الأمراض. يعني نحن نسمع مثلا أن فلانا نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا يعني يعاني من تصلب في الشرايين، يعاني من شيء يتعلق بالقلب، يعاني من خلي بال حضرتك الأطباء قالوا إيه؟ هذه الأمور كلها هي مرض لداء واحد، هي مجموعة أعراض لداء واحد، يعني مش أمراض مختلفة، لا ده هي مجموعة أعراض لمرض واحد. إيه هو المرض ده؟ مرض البدانة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ وكلوا واشربوا ولا أيوة ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى من ثقافة الهدوء، من ثقافة الاعتدال، من ثقافة التوازن إن حضرتك حين تقبل على الطعام والشراب كل ما يتناسب مع بناء هذا الإيه؟ هذا الجسد، ويكفي حاجياتك ورغباتك. يبقى مش عايزين إفراط، مش عايزين تفريط، مش عايزين إسراف، لأن هذا يؤدي إلى التخمة. طيب الرياضة، أي الرياضة هي الميزان الحقيقي للعضلات، لكن لو حضرتك أسرفت أوي في الرياضة ربما أصابك بالخلل. طيب حين تتناول شيئا من الحوار، الإسراف في الحوار ربما يصل إلى أن يكون هناك يعني شيء من الخلل أو شيء من العطب في الكلام إلى غير ذلك. طيب إذا تناولت المشكلات، خلي بال حضرتك بقى أنت محتاج هنا في تناولك للمشكلات ثقافة الهدوء، ثقافة التوازن، ثقافة الاعتدال. يعني إيه؟ يعني أنا أطرح المشكلة، الأول أحدد المشكلة هي، ثم أطرح الحلول التي تتناول هذه المشكلة. هل كل الحلول تتناسب مع حل هذه المشكلة؟ لا، يبقى هعمل عملية تقديم وتأخير، يعني ألغي اللي هو لا يتناسب مع حل المشكلة وأبقي على ما يتناسب، وما أبقيه أعمل له فقه أولويات، أبدأ بمين وأخر مين. يبقى خلي بال حضرتك
لما تتناول المشكلات لا تتناولها بشيء من الانفعال النفسي الذي يمتلئ بالغضب أو بشيء من الإسراف أو بشيء من الإفراط والتفريط. لا، إحنا عايزين ثقافة التوازن وثقافة الهدوء علشان تقدر تطرح البدائل الرصينة التي تستطيع من خلالها أن تتعامل مع المشكلة وتقدم وتؤخر وتقيم فقه الأولويات وفقه الموازنات إلى غير ذلك من الأمور حتى تستطيع أن تتناول هذه المشكلة. كما أنك حين تتناول مشكلة لا تتناول المشكلة بحلها المؤقت بل تنظر إلى المستقبل. تعالوا بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مهمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت مهمة شاقة، لأنه كان في مجتمع بدوي وبدائي، وكان طبعا هناك كثير من الضلال في المجتمع الذي كان يعيش فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تناول مشاكل هذا المجتمع مشكلة مشكلة ومعضلة معضلة، وبدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يفك عقدها ويقوم بحل مصاعبها، حتى أوصل المجتمع الذي كان يعيش فيه إلى شاطئ الاطمئنان وإلى ساحل السلام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب ليه؟ لأن الحلول التي وضعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تهتم فقط بجانب دون جانب، إنما كانت تشمل كل جوانب الحياة المختلفة، ولم تكن حلولا مؤقتة. يبقى رقم واحد، ما كانتش الحلول حلول تهتم بجانب دون آخر، ولكن كانت تشمل كل الإيه؟ كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوطنية والعسكرية والتعليمية، وهكذا مجتمع مدني وطن كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت هذه الحلول حلول مستقبلية وليست حلول مؤقتة. فلأجل ذلك احنا قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هذه المشكلات بذكاء شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المشكلات كما أشرنا بالرؤية المستقبلية. تعالوا نشوف من المشاكل التي قابلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة. المشكلة الاقتصادية، أدي أول حاجة، وأول ما نسمع الاقتصاد نعرف على طول إن مقومات الاقتصاد الأساسية زراعة وتجارة وصناعة. هذا ما بينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المقومات الرئيسة والأساسية هي التي تضمن للأمة حياة طيبة. بمعنى إيه؟ حياة لا تضيق فيها الأرزاق ولا تهدر فيها الأموال. يبقى خلي بالك، شوف المسارين اللذان كان يفكر فيهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى المشكلة الاقتصادية المتأمل لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن رسول الله بيّن لنا المقومات الأساسية للاقتصاد، والتي هي الزراعة والتجارة والصناعة، وأنه من خلال هذه المقومات نضمن الحياة الطيبة لهذه الأمة بحيث لا تضيق الأرزاق ولا تهدر الأموال. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحقق هذا التوازن الاقتصادي، وقام بتوجيه الأمة وقتها حين دخل المدينة نحو التجارة والزراعة والصناعة وسبل العيش للوصول إلى الإنتاج الرصين المشمول بقيمة الإتقان، وهذا ما سنعرفه بعد قليل. طيب، من يقرأ بعمق في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر له هذا التوجيه الرشيد من سيدنا النبي الكريم لحل المشكلة الاقتصادية من خلال بعض الحلول. من هذه الحلول نذكر بعضها وليس كلها: الترشيد في الإنفاق والنهي عن الترف في المال وعن إهدار هذا المال. ونحن نحفظ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عبر به الشرع الشريف حين قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى خلي بال حضرتك، احنا بنقول هنا ان ثروة الفرد هي في ذاتها جزء من ثروة المجتمع. خلي بالك من العبارة دي. طيب ليه؟ اذا بدد الفرد ثروته، يعني انفق الثروة هكذا هباء منثورا فيما لا ينفع، هذا مرض في ذاته يصيب المجتمع كله. يبقى ثروة الفرد هي جزء من حقيقة ثروة المجتمع، ومن ثم فإن تبديدها وإضاعتها بما يضر فهو أيضا يضر بالمجتمع ويضر بالبلد ككل ويصيبها بالكساد الاقتصادي. طيب، يبقى احنا عندنا
أول حاجة هو من الحلول التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لحل المشكلة الاقتصادية، رقم واحد خلي بال حضرتك الترشيد في الإنفاق، النهي عن الترف في المال، النهي عن إهداره فيما لا ينفع. طيب إيه كمان؟ الاعتماد على الذات. خلي بال حضرتك هقول دلوقتي مصطلح كده وشوف الذهن هيستدعي إيه. الأمانة. بدأت حضرتك دلوقتي الذهن يستدعي مجموعة من المفاهيم والتصورات التي تتعلق بالأمان، لكن خلي بال حضرتك غالب الناس يختزل ويضيق مفهوم الأمانة في شيء واحد، أن فلانا أودع شيئا ما عند إنسان ما ليحفظه له وليرده إليه عند حاجته إليه. آدي قيمة الإيه؟ أو مفهوم الأمانة. أقول لحضرتك خلي بالك، فقه الأمانة يبرز لك أن للأمانة أنواعا كثيرة، منها أمانة المنهج، يعني أن تلتزم المنهج الإلهي، الأوامر والنواهي. منها أمانة الجوارح، وأمانة المواهب، وأمانة العطاء، وأمانة العمل. حتى لا أطيل على حضراتكم، أمانة الجوارح يعني إيه؟ يعني أن تستخدم الجوارح في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طب أمانة المواهب، أمانة العطاء، هو ده المقصود هنا. الاعتماد على الذات، الله عز وجل لم يشأ بحكمته أن يعطي كل المواهب لإنسان واحد، وإلا لاحتاج الناس جميعا إلى هذا الإنسان، ولكنه وزع برحمته وحكمته المواهب على الناس جميعا حتى يحتاج الناس بعضهم إلى إيه؟ إلى بعض. أحسنتم. طيب يبقى هناك من وهبه الله طاقة في العلم، هناك من وهبه الله قوة في العضل، هناك من وهبه الله كذا، هناك من وهبه الله كذا. هذه المواهب هي أمانة العطاء، هذه المواهب هي أمانات أودعها الله في خلق. المطلوب بقى من حضراتكم، كل إنسان ربنا أعطى موهبة معينة أو عطاء معين أو قدرة أو إمكانية أو طاقة، أن تستثمر هذه الطاقة والإمكانية والقدرة والموهبة فيما ينفع هذه الأمة وفيما ينفع هذا المجتمع. من بين الحلول التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لحل المشكلة الاقتصادية الاعتماد على هذه المواهب والطاقات والقدرات والإمكانات. اعتمد على ذاتك، استخدم الجوارح التي وهبها الله لك، ووجهها نحو طلب الأرزاق، ووجهها نحو السعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يرعى الغنم. سيدنا أبو هريرة يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. طيب شوف بقى المشهد ده. من خرج يسعى على رزقه، أهو استثمرت طاقتك واعتمدت على نفسك، ده في سبيل الله بنص كلام سيدنا رسول الله. شوف كده سيدنا كعب يقول لك إيه: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى الصحابة من قوته ونشاطه فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، القوة والنشاط اللي عند الرجل ده كان في سبيل الله. شوف هم حصروا في سبيل الله في منطقة معينة، لكن شوف سيدنا النبي يقول لهم إيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. طيب يبقى خلي بال حضرتك، إحنا بنتكلم عن توجيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحلول التي وضعها لحل المشكلة الاقتصادية. فقلنا أول حاجة الترشيد في الإنفاق، والنهي عن الترف في المال أو عن إهداره فيما لا ينفع. قلنا رقم اثنين استثمار المواهب والطاقات والقدرات اللي هي تيجي تحت عنوان الاعتماد على الذات. طيب إيه كمان؟ القدرة على الابتكارات وعلى الاختراعات، لأن الاعتماد على الذات معناه ألا تكون عالة على غيرك. إن تعتمد على زادك وتخرج تعمل وتسعى وتشتغل وتجلب الأرزاق، ده معناه أن أنت مش عايز تبقى عالة على غيرك، لا، ومعناه أن عايز يبقى زمام أمرك بإيدك. طيب يبقى لابد من تقديم الخبرات والتجارب التي ترقى بالأمة في هذا الجانب الحيوي اللي هو الجانب الإيه؟ الاقتصادي. ولذلك سيدنا النبي كان يقول لنا إيه؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. دي إجابة على إيه بقى؟ قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع إيه؟ مبرور. طيب
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل إيه؟ من عمل يده. طيب يبقى الخلاصة هنا إنك تعتمد على الذات مع الابتكار ومع الإتقان. طيب إيه كمان من حلول المشكلة الاقتصادية؟ النهي عن البطالة والتأكيد على توجيه الطاقات نحو العمل. دعونا نكمل حلول المشكلة الاقتصادية في المحاضرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.